گڈ. آج میں آپ کو رمضان کے وظائف میں آٹھویں روزے کی عبادت کے بارے میں بتاؤں گا. فجر کی نماز کے بعد سورۃ فتح ایک مرتبہ پڑھیں. ظہر کی نماز کے بعد دعائے رزق 25 مرتبہ پڑھیں گے. اللهم اجعل اوسع رزقك علي عند كبار سني وانقطاع عمري. عصر کی نماز کے بعد پانچواں کلمہ ایک تسبیح پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته أمدا أو خطا سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم. إنك أنت علام الغيوب وستار الغيوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مغرب کی نماز کے بعد دعائے رزق 25 مرتبہ پڑھیں گے. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعيد الأمين. عشاء کی نماز کے بعد سورة آل عمران کی آیت نمبر 26-70 مرتبہ پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الخير إنك على كل شيء قدير. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ کرنا مت بھولے گا. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. بائے.